معالجات الأكسينوس المستخدمة في أجهزة السامسونج واللي هي من صنع شركة سامسونج من أكثر المعالجات المكروهة في عالم الموبايلات. قبل كل شيء اللي ما يعرف شنو معالج، المعالج هو أهم قطعة هاردوير موجودة بجهاز الموبايل. متى ما كان المعالج قوي إذا الموبايل أداء قوي، ومتى ما كان المعالج ضعيف إذا الموبايل أداء ضعيف حتى لو كان مرصع بذهب وألماس. إذا المعالج هو العقل الكل بالكل، هو اللي يقوم بكل المهمات وهو أهم قطعة هاردوير موجودة بجهاز الموبايل. المعالجات شأنها شأن أي قطعة هاردوير تلقى بيها اللي بمواصفات قوية واللي بمواصفات ضعيفة أو مواصفات متوسطة. معالجات الأكسينوس اللي تصنعها شركة سامسونج عليها جدل هواية لأنه أكو بيها فرق بالأداء بينها وبين معالجات سناب دراجون اللي هي تعتبر رقم واحد بالعالم. والفرق بالأداء هذا تلاحظه بعد مدة من الزمن، يعني أنت تشتري موبايل سامسونج بعد 6 أشهر بعد سنة تقوم تلاحظ أنه قام يهنق ويعلق هواية، وهذه مشكلة قديمة بأجهزة سامسونج. هذا بالإضافة إلى أنه أكو مشاكل بارتفاع درجة الحرارة بالأجهزة اللي بها معالجات أكسينوس. كذلك لما أنت تستخدم الجهاز لأكثر من نص ساعة تشوفه يحمى بشكل مو طبيعي. هسه لهنا أنا وكل الحكي هذا طبيعي، بعالم التكنولوجيا ما تلقى شيء كامل، أغلى جهاز أقوى جهاز لازم تلقى بيه منغصات، بس أكو سبب فعليا يخلي المستخدم يكره المعالج الأكسينوس ويكره الأجهزة السامسونج اللي عليها معالجات الأكسينوس. السبب أنه معالجات الأكسينوس هذه شركة سامسونج تخليها بالموبايلات اللي تبيعها بمنطقة الشرق الأوسط وبأوروبا، أما باقي الدول مثل أمريكا أو كوريا وغيرها يخلون المعالجات السناب دراجون اللي هي رقم واحد بعالم الأندرويد. السبب أنه معالجات السناب دراجون هي المستخدمة بأمريكا لأنه يقال أنه سامسونج ما عندها براءة اختراع لمعالجها الأكسينوس داخل الأراضي الأمريكية، بس ليش لا تستخدمه بكوريا الجنوبية، بهونغ كونغ، بالصين؟ أيضا لازم نذكر أنه أجهزة السامسونج اللي عليها معالجات الأكسينوس تكون دائما أرخص بالسعر، طبعا أكيد الأكسينوس سامسونج صنعه، بينما السناب دراجون صنع شركة كوالكوم، فسامسونج لازم تشتريه من شركة كوالكوم، وأيضا هي أصلا معالجات السناب دراجون غالية باعتبارها الأولى على العالم، وشركة كوالكوم هي اختصاصها صنع المعالجات. طبعا هو موضوع ضعف الأداء شوية به مبالغة، فعليا معالجات الأكسينوس كفوءة. معالجات الأكسينوس إذا تجي تباوع عليها كهندسة وكشغل هي مشابهة كلش لمعالجات السناب دراجون. أعطيك مثال، معالج الـ 990 الأكسينوس اللي مستخدم بأجهزة الـ S20 آخر أجهزة من شركة سامسونج، المعالج هذا 990 عليه معمارية 7 نانو، حالة حال أقوى معالج بسناب دراجون اللي هو 865، الهيرتزية مشابهة تقريبا، فيعني ماكو اختلاف. بس الناس اللي جربت الجهازين تلاحظ أكو فرق وبمرور الزمن، يعني انت اول ما تستخدم الجهاز من تجي اثنيناتهم تستخدمهم ما تلاقي اكو فرق، بس بمرور الوقت مع التحديثات الكثيرة تلاحظ بانه الجهاز هذا بدأ يهنق اكثر اللي عليه أكسينوس من اللي عليه سناب دراجون. فاذا المشكلة بدأت تطلع لما يطول عمر الجهاز كثرة الاستخدام. انا جهاز اشتري هسه ما يبين عندي شيء، بس بمرور الوقت بكثرة الحرارة والاستخدام راح تشوف بأنه أكو تهنيقات وتعليقات هواية. شوف أنا عندي وجهة نظر بهذا الموضوع. شركة سامسونج تأخذ النظام الأندرويد خام من شركة جوجل وتحط عليه إضافات هواية، وشركة سامسونج من أكثر الشركات اللي تحب تحط إضافات بأجهزتها، وأكيد مع التحديثات تلاقي أكو إضافات تضيفها شركة سامسونج وبالتالي تغيير أكثر على النظام. هذه الإضافات والتغييرات على النظام الخام ثقل على الهاردوير، تستهلك رام هواية، ووحدة من قطع الهاردوير المتأثرة بهذا الشيء هو CPU المعالج. المعالج هو مثل ما قلنا العقل، فبالتالي انت من الثقل عليه زايد راح تشوف بمرور الوقت من كثرة الحرارة من كثرة الاستهلاك يقوم الجهاز يهنق، والسبب يجي من المعالج. المعالج بدأ يتعب بدأ يستهلك، بالإضافة إلى أنه تشوف الجهاز يقوم يصرف شحن هواية بمرور الوقت. ومع التحديثات المستمرة اللي دا تصير بعالم الأندرويد تلاقي دائما إحنا محتاجين عتاد أقوى،
وفعليا مهما حاولت شركة سامسونج أن تبدع في معالجات الأكسينوس يبقى معالجات سناب دراغون هي الأقوى. معالجات سناب دراغون تصنعها شركة كوالكوم. شركة كوالكوم هم اختصاصهم معالجات من زمان وعندهم خبرة بهذا الموضوع. فملخص الكلام، سامسونج إذا ناوية تستمر مع معالجات الأكسينوس المفروض شوية تقلل من الإضافات على النظام، تخليه سلس وبسيط أكثر. أكو إضافات وأكو تطبيقات زايدة عن الحاجة تتخليها بنظامها. أما إذا تريد شركة سامسونج تسوي عدالة بالموضوع، خلي توحد كل المعالجات وتخليها سناب دراغون بأجهزتها، بما أنه سناب دراغون ما عليه جدل وكل الناس تعتبر رقم واحد ومرتاحين. أكيد الأسعار راح تزيد شوية، بس هي ما شاء الله سامسونج يعني حالة حال أبل، أسعارها تزيد يوم ورا يوم، وهم إذا تعبر سقف $1,000 وفعليا يعني تعتبر خسارة، لأنه أنت من تشتري جهاز سامسونج $1,000 ورد كم شهر تلقاه صار $500-$600. اللي لازم نذكره أيضا أنه شركة سامسونج قبل فترة غيرت نظامها التاتش ويز اللي كان مشكلة بالتعليقات والتهنيقات، وغيروا نظامهم وسووا شوية أبسط وصار اسمه One UI. وحاليا أنا أشوف هواي ناس تمدح بال One UI. أنا ما مجرب أجهزة سامسونج الفلاكشيب صراحة، بس أشوف هواي ناس تمدح بنظام ال One UI، تشوفه أبسط وسلس وأحسن، وهذه خطوة جيدة من شركة سامسونج. بس إذا تريد تستمر مع معالجات الأكسينوس فلازم شوية تقلل بعد أكثر من الإضافات وتخلي الموضوع أبسط شوية حتى يتحمل الهاردوير ويطول فترة أطول. بالنهاية شركة سامسونج شركة عريقة جدا ولها جمهور كبير، وهي فعليا تعتبر المنافس الأقوى لشركة أبل في عالم الموبايلات. بس يبقى، وهي وجهة نظري، أتمنى أنه تحسن من تجربة النظام أكثر، تخفف من التعديلات والإضافات حتى الهاردوير اللي هي الصنعة يتحمل أكثر، أو تختصر الموضوع وتخلي معالجات سناب دراغون على كل أجهزتها بكل دول العالم، لأنه معالجات سناب دراغون ما حد يشتكي منها. فشاركوني برأيكم بالتعليقات، إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك، وأتمنى أنه تشتركون بالقناة. أهم شيء هذا الاشتراك بالقناة لدعمنا، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.